احنا اليوم رانا نرحيو 10-24 24 ساعه على 40 ساعه بنكفيو الناس هذو. هنا مطاح العاليه، احنا المنتوج المره الاولى كان صح عندنا نقص، ما بصح الدوله دوكا زادت وفرت لنا الماده الاوليه والسميد راهو موجود، ما يتقلقش الشعب مالو. كانت شويه ضغوطات علينا، الناس الشعب يجونا من كل الولايه ومن البلايص كل ما نقدروش ما نمدو لهمش. ومن بعد رانا من بعد تقيدنا على المرض تاع الكورونا هذا، قال لك لازمك تنظم، ما تبقاش هذه الفوضى كاينه، ورانا نظمناها ونتبعوا في التعليمات تاعهم، ما عندنا حتى مشكل. وحنا رانا نمدوا فيها على حساب القوائم اللي دارتها الولايه وخلاص. كل البلديات رانا كل يوم نديروا برمجه لثلاث بلديات ربع. على مستوى البلديه تاع بني يحيى عبد الرحمن، الحمد لله رانا نمونوا في المواطنين تاعنا بطريقه سلسه، بطريقه شفافه، ما فيها ولا شيء. نوصلوا كاين وين الشاحنه تاعنا، او نتصل بالمواطنين الجميع اللي تكلفوا بالقوائم. بلدية علمنا، قلت لك رانا قمنا بإعداد تسجيل تسجيل الناس راهي سجلت نفوسها، تقريبا رانا في 3000 مسجل لمادة التسميد هذا. هنا رانا اليوم راهي أول شاحنة إن شاء الله تخرج من المطحنة هذه، ونتمناو إن شاء الله في كل ثلاث أيام أربعة الشاحنة. رانا هنا أمام المطحنة، رانا نقوم بعملية مراقبة البيع التي راهي تقوم القوائم الإسمية في البلديات. العملية راهي تجري في ظروف حسنة، وبربي إن شاء الله راح تكون المادة التسميد متوفرة للجميع.